الله يجعلها ساعة قبول لنا ولكم، يبشر روحها بأسنى ما يبشر بأرواح المحبوبين والمقربين، يكرم وفادته عليه وعلى رسوله وعلى آبائه الصالحين بشاهد قول الله في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، وفي القراءة الأخرى: وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الحقه بوالده الشهيد، الحقه بآبائه من كل حميد مجيد، الحقه بعبادك الصالحين، وألحقنا جميعا بالصالحين. يا أكرم الأكرمين، وانظر إلى بلداننا واكفها المصايب وادفع عنها المشاغل، وجز الخير كل من حضر وكل من جاء وكل من ساهم وكل من خدم من أعياننا ومناصبنا وعلمائنا وأهل الخير فينا وقبائلنا ومن الدولة وما ساهموا فيها وما عزوا به، من المحافظ إلى مدير المديرية إلى مدير الأمن. الله يجزي كل من عمل الخير بالخير الوفير، ويجعلنا متواصين بالحق والصبر، مؤمنين عاملين للصالحات، مستعدين للقبر وما بعد القبر، الذي مهما نسيناه فلا بد من الورود إليه ولا بد من الوصول إليه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم وفادته عليك، وافتح بها أبواب الرحمة لعبادك وأبواب الفرج للمسلمين، وأحسن خلافته فينا، وضاعف البركة في أولاده وأحفاده وأصباته وفي آثاره وفي تلامذته، واجعل خيرهم ونفعهم مستمر وباقي برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ علينا شرف مدرسة السلام والهدى والبر والإخلاص والوعي والفقه في دين الله. اللهم واكشف الشدة عن جميع الأمة، واكشف كل أمة، وحول الأحوال إلى أحسنها، واجعلها ساعة تتوب فيها علينا أجمعين توبة نصوحة، تزكينا بها قلبا وجسما وروحا، وترفعنا بها مراتب القرب منك والدنو إليك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وكان في وصيته يوصي أن نطلب له المسامحة من كل من عرفوه، كل من اتصلوا به، كل من جالسوه، ومن أهل بلده، فهو يطلب منكم المسامحة.